انا كأم راح اموت انه انا مش عارفه احمي ولادي. احنا انتهينا، غزه انتهت، ارحمونا ارحمونا والله العظيم ارحمونا، ما ضلش فينا ما ضلش فينا. منذ ساعات الصباح والمناطق الجنوبية تستقبل مئات العائلات الفلسطينية النازحة من المناطق الشمالية. بالطبع سلكوا طريق صلاح الدين، ولكن في الساعات الأخيرة تم استهداف عدد من النازحين في المناطق الجنوبية، أي جنوب وادي غزة. بالطبع في مستشفى ناصر وبالتحديد في جنوب قطاع غزة، المستشفى امتلأ بآلاف النازحين داخل ساحات المستشفى، وكما تشاهدون معنا يعني معنا إحدى النازحات التي وصلت قبل قليل إلى مستشفى ناصر الطبي. أنا أم كأي أم في غزة خايفة على أولادها، إن كم من يوم من شاور بعد ونطلع ما نطلعش، طريق طريق طريق، في الآخر حكينا لا بدنا نطلع لأن قصفوا دار في منطقة الوحدة اللي كانوا يحكوا لنا آمنة. طلعنا ومشينا ومعنا معي مريضة، معي أطفال، معي جوزي، أولادنا، وترهيب جثث، مشينا إشي 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 مش طبيعي شفنا. واحنا ماشيين بعد ما طلعنا في معصره خبطوها، بعدين مشينا شويه خبطوا علينا صاروخ، بيننا وبينها امطر، لولا ستر الله جوزي تصاوب وانا صرت اجري في اولادي وفي اختي المريضه اللي على الكرسي اجري فيها، طفل راح مخه، اطفال، شيوخ، النساء المريضه الجريحه. احنا بنتعرض لمجزره، احنا بنتعرض لمجزره، شيء مش طبيعي يا الله، شيء شيء اهون من اهون يوم القيامه. احنا ما فيش امان، فيش امان ابدا. وين الحكام عنا؟ وين العرب عنا؟ وين الدنيا كلها عنا؟ لامتى بدنا نضلنا هيك؟ لامتى؟ انا كأم راح اموت انه انا مش عارفه احمي ولادي. اختي بتغسل كلى، بكره عليها غسيل كلى في الشفا، كل اللي في الشفا طلع، كيف تروح تغسل كلى؟ احنا انتهينا، غزه انتهت، ما فيش فيها، احنا طلعنا فيش فيها، الجثث في كل مكان، حاجه مش طبيعيه، الرعب. احنا لنا اربع خمس ايام لا اكل ولا شرب ولا نوم، شربنا اولادنا من ميه الحمامات، طعمناهم اكل الله يعزك دايب خربان معفن. غزه مش طبيعيه، حتصير مدينه اشباح. ارحمونا ارحمونا والله العظيم ارحمونا، ما ضلش فينا ما ضلش فينا. هذه إحدى المناشدات التي أو إحدى النازحات التي وصلت إلى المناطق الجنوبية في مجمع ناصر الطبي. بالطبع المشهد في مدينة غزة صعب للغاية، بالطبع انعدام للطعام وكذلك أيضا للمياه. هناك الآلاف من العائلات التي وصلت إلى المناطق الجنوبية تحت القصف الإسرائيلي وتحت القذائف الإسرائيلية، وبالتحديد على الطريق الذي حدده الجيش الإسرائيلي كمسلك آمن. ولكن بالطبع في الساعات الأخيرة عشرات القذائف سقطت على النازحين على طريق صلاح الدين.